الو، مساء الخير يا فندم. لو سمحت، عايز 3 كومبو برجر كبير، بطاطس كتير، كتر الحاجه ساعه قوي. وبعدين بعد ما ناكل طبعا سعرات حراريه غير طبيعيه غير طبيعيه، يعني الوجبه دي بمفروض اكل اليوم كله. بعدين بقى غالي جدا، يعني كتير كده علينا. طيب احنا نعمل ايه؟ احنا نفكر ثم يفكر ثم يفكر ثم بقى قلنا هي باكينام عبدون هي اللي عندها الحل. انتي منورانا. ميرسي يا رضا، ربنا يخليك. الف مبروك طبعا الاول على الجائزه، تستحقيها وتستحقيها اكتر منها بجد. ربنا يكرمك ويسعدك. شفتيني وانا بعمل اوردر من 3 ثواني؟ شفتي انا بقى هجيبه لك اهو مجهز اهو. كل وجبه من اللي انا قلتها دي 1500 او 1600 سعر حراري. كفايه طبعا، والفرايز والقليه والديب فراينج والحاجات دي مشكله. فاحنا هنتكلم ازاي نحول. احنا هنتكلم، بصي الطعم حلو جدا بالزبط. يعني النوعين دول من الفرايز دي الفرايز المفروض اللي هي المقليه العاديه اللي احنا بنقليها في الزيت. مزبوط. ودي الويدجز اللي احنا بنجيبها، بتبقى في مطاعم طبعا الاثنين بيتقلوا في اي مطعم، حتى الويدجز ما بتخشش الفرن، كله بيتقلي في الزيت. بياخد توابله مثلا وينزل في الزيت يتقلي. احنا هنقول لكم ازاي نعمل الحاجات دي في البيت بطريقه طعم حلو برضو. يعني طبعا المقلي اكيد طعم واو، بس ده برضو لسه طعمه حلو، طعمه حلو ومبسوطه وكلت برجر وفرايز وكل حاجه. اوكي، فالاول بس نتكلم على البرجر. اهم حاجه في البرجر اللحمه، لحمه حمراء خالص. بعرف بقول ايه للجزار، مفروم احمر، بقول له هات لي لحمه البفتيك وفرمها لي، مش مفروم. أوكي. بقى اللي هو العادي بتاعه اللي هو بيلم فيه كل الحاجات الدهون وكده، لا بقول له عايزه لحمه البفتيك كيلو افرمه لي. طبعا بيبقى اغلى، فبس لما كده بقلل فيه الدسم على قد ما اقدر. يعني تاني كيلو بفتيك مفروم هو ده اللي انا عايزاه في البرجر علشان يبقى دسم اقل. بعد كده الكيلو بقى بياخد ايه؟ معلقه كبيره اللي جوه خلطه البرجر، معلقه كبيره مايونيز لايت، معلقه كبيره كاتشب لايت، معلقه كبيره مسترده. مسترده عموما حلو قوي في الدايت على فكره، لان هي لو كالوريز جدا، فاحسنهم في الدايت. مظبوط. اللي هنا ممكن يبقى عندي فيه شويه سكر الكاتشب، ومش سكر على كيلو، في الاخر انت هتاخدي ايه مثلا او بوينت حاجه معلقه، يعني مش هتبقى ازمه. حلو. بعد كده عندي ايه في البهارات؟ معلقتين بصل باودر على الكيلو صغيرين، ومعلقه صغيره توم باودر، ورشه بسيطه جدا قرفه، ورشه بسيطه بهارات، وملح وفلفل اسود بس. يبقى تاني البرجر عندي كيلو من اللحم المفروم الاحمر اللي هو قلنا لحم بفتيك مفروم، عليه معلقه كبيره مايونيز لايت، معلقه كبيره كاتشب، معلقه كبيره مسترده، معلقتين صغيرين بصل باودر، معلقه صغيره توم باودر، رشه بهارات، رشه قرفه، ملح وفلفل اسود بس كده. اوكي. من اسهل الحاجات البرجر. ليه بقى؟ لان هو مش بيحتاج ميكسر، وانت كله باودر، كله حاجات، مفيش بصل شرايح، مفيش حاجه محتاجه ان انت تفرميها يعني. واصلا البرجر اللي هو بتاع بره هو بيكون ملح وفلفل اسود بس. طب ليه احنا حاطين الحاجات دي؟ لان انا شايله الدسم، والدسم بيدي طعم بيدي طعم حلو، فاهمه؟ تقولي لنا بيدي طعم حلو طبعا، يعني الحاجات المقليه والحاجات دي بتدي طعم حلو، ما نقدرش ننكر. انا يعني بحب اكافئ نفسي حماري بطاطس او بقى طالبه بقى، ما انا نعمل ايه؟ انا مش عارفه، انا هتحرم يعني؟ اموت. لا ساعات بتحصل، عارفه تبقي عايز، بس والله تصدقي بعد فتره من الدايت لما بتيجي تاكلي الاكل ده من بره بطنك بتوجعك بجد. ما انا كنت هقول لك بقى، بس ما تقدريش بقى بطنك بقى في بقى مصارعه بقى بتحصل بالظبط. يعني الواحد بيتعب بعديها، لانك خلاص بتبقي انت عودتي نفسك على الاكل الصحي يعني. انا بس هنا ايه، الطاسه سخنت. طيب قبل ما اكمل ده، انا هنا هدي بقى الملح وفلفل اسود. انا مجهزه كام واحده برجر من قبل الهوا، هحطهم بس يتشوا حاجه بسيطه قوي، لو في دهنه زيت. بصي دهنه يعني هحط، بصي اهي زيت زيتون ولا زيت عادي؟ الزيت عادي، وده زيت زيتون بس، هو يعني أوكي. مش مشكله يعني اي زيت، بصي كده بالظبط. اوكي، بس دي حل حدهن يعني، مش عايزه اكتر من كده. ماشي. بالفرشه. انا عايزه اولع يعني اعلي النار شويه. ده انا بصي بعلي فين؟ بعلي في حته ثانيه. شوفوا بقى، تمانية كفايه. كل مره لازم اعمل الحركه دي، لازم تعملي الحركه دي. وكل بتعلمش انا بتعلم. اتلزع انا بقى، واقعد بقى بقيه الحلقه بالتلج، وحالتي بتبقى مش لطيفه. خلي كده ده خلاص، هنعمل ميكسنج. وبحب انا قوي بصراحه اجيب الفرن ده اللي هو الدايره، بتعملي فيها بقى شكل البرجر، يعني بتحطي فيها اللحمه. لو عندنا ممكن هنا على نفس الطبق، بصي ممكن اعمل لكم هنا. هنعملها ازاي؟ بسيطه قوي. بعد ما بمكس كده كويس قوي، بروح جايه جواها واعمل كده، بس طبعا تبقى محطوطه كويس قوي، واضغط كويس جدا، اكبسها كويس.
وبعد كده بتشيليها. طبعا اكبسيها كويس انت هيبقى عندك وقت في البيت. بتدي بقى الشكل اللي هو المدور. المدور بعد كده بنفس القطاعه دي او طبعا بحجم ممكن يبقى اصغر شويه، العيش اللي انا بعمل فيه بروح قطعاه برده بنفس القطاعه، لان البرجر ده بيكش العيش ده كبير جدا عليه. فعشان يبقى نفس يعني يبقى نفس السيمتريه بروح قطع برده العيش بحيث اخليهم هما الاثنين نفس الحجم. هوريكم دلوقتي ماشي. الخطوه دي يلا بينا. طيب ده خليه دلوقتي على جنب كده. هاتي ده هاتي ده حطه في الحوض. ده انا هتربيه. لا مش هرميه، ده انا هحطه بس لحد ما هلف بقى واخده معايا. بص اهي هحط بقى هنا البرجر. طبعا كانت لازم ايه؟ لا هي خلاص. لا عيب عليكي بقى، احنا مطبخ بقى متميز مش هزار. هشويهم بدهنه الزيت. في ناس كمان بتقلي البرجر، بصراحه ما اعرفش ليه، يعني لحد دلوقتي نفسي اعرف سبب الناس ليه بتقلي البرجر، ليه بيحطوا زيت كتير. حتى لو انت جايبه البرجر الجاهز ليه بتقليه؟ البرجر يتشوي هو كده. حتى بره على فكره هما بيشوه، ما بيقولوش يجيبوا زيت ويقلوه كده، بس هما معتمدين ان في دسم كتير فيه بقى دهون، فالشاوي هيطلع لي الدهون دي. لكن احنا حتى في البيت انت مش محتاجه تقليه، انت هتشويه كده اهو هيبقى زي الفل. حلو. نتكلم بقى على الفرايز. عندي نوعين من الفرايز، نوع اللي هي البطاطس الويدجز اللي هي بتبقى بقشرتها، ونوع البطاطس العاديه اللي هي المقليه اللي احنا بنقليها الصوابع. البطاطس الصوابع نتكلم عليها الاول، اللي هي المقليه العاديه دي لازم تاخد لها سلقه لمده 5 دقائق. ازاي؟ بجيب البطاطس بقطعها بقشر قشرتها، وهي كمان بقطعها يعني بقطعها صوابع تخينه كده. بصوا بالمنظر ده كده صوابع تخينه. بروح حاطه حل على النار تغلي كويس قوي قوي، بتبقى بتغلي جامد يعني. انزلها 5 دقائق على الساعه واطلعها على ميه ساقعه بس، وبعد كده هكمل بقى اللي انا هعمله. هديها دهنه زيت ورشه ملح وخلاص، وهروح فرداها على ورق زبده في صينيه وادخلها الفرن على نار عاليه جدا درجه 200. هتتقلي معاكي هتبقى تحفه. لمده قد ايه؟ تلت ساعة تقريبا. تلت ساعة تاخد لون ذهبي بس. زيت عادي برضو مش زيت زيتون، لو حد حابب هنا زيت زيتون مفيش مشكلة، لكن هو يعني بيبقى الزيت العادي عشان يبقى أقرب اللي احنا بنقليه، يعني أنا بحاول أقرب الطعم اللي احنا بنعمله. هنا هبدأ بقى أقلب ده، هي لسه طبعا، هفضل أقلبها كده لحد ما تستوي كويس قوي. طيب هنا بدي رشة ملح، ملح بس، هنا مش عايزة أي حاجة تانية غير ملح فقط لا غير في البطاطس اللي هي المقلية العادية. الملح ده كتير شويه بقى اقلله شويه نزل مني حبه. مفيش مشكله يعني، انتوا بقى في البيت طبعا تظبطي ملحك. هتقلبي كويس قوي. بصوا انا عايزه تبقى البطاطايه كده كوتينج خالص، يعني متغطيه تماما بالزيت بالمنظر ده. هي على تقريبا على بطاطتين الكبار هتحطي معلقتين كبار زيت بس كده، او ممكن معلقه ونص كمان. هتجيبي بقى صينيه. اه انتوا مخبين الصواني. ورقه زبده. خبيني الصواني مني. اوكي. هتجيبي صينيه عليها ورقه زبده. اهم حاجه بقى الخطوه دي ان انت تفرديهم كده جنب بعض، ما تحطيهمش فوق بعض كده، لا انا عايزه كل واحده مفروده كده جنب الثانيه. ليه؟ علشان الحراره مع شويه الزيت اللي احنا عملناهم ده في الفرن هيخليها تتحمر بقى حلو. فلازم تبقى مفروده كده جنب بعضها. اوكي. وبعد كده هندخلها درجه حراره. بتنعبها الوحيد الحاجات دي في ايه؟ ان هي لما بتبرد بتبقى مش حلوه قوي. يعني بس هي دي مشكلتها، ان هي لازم تتاكل سخنه. تاني حاجة البطاطس الويدجز. البطاطس الويدجز بقى عكس البطاطس دي، بتبقى نقية يعني متقطعة كده بقشرتها. بتغسلي البطاطس كويس قوي وهي بقشرتها، تروحي مقطعاها صوابع كده. نديها بقى ايه؟ معلقتين كبار زيت زيتون برضو للبطاطس، الاثنين بطاطس كبار. وعليها بقى اي توابل انت عايزاها. التوابل اللي انا اخترتها النهاردة بودرة بصل وبودرة ثوم، دول اساسيين، وبابريكا. وعندك بقى الاختيار يا اما زعتر يا اما روزماري يا اما اي طعم انتوا بتحبوه، مفيش مشكلة. فعندي زيت زيتون، بودرة بصل وبودرة ثوم. طب انا عندي سؤال، الجناب بقى دي اخبارها ايه؟ كلها هتتحمر. انت متاكده؟ كله هيتحمر ما تقلقيش. يعني انت ممكن تسيبيها فاهمه شويه ناخد لون فاهمه وكده. بقت كلها برجر، كلها. بص الريحه. انا كمان مجهزه كام واحده هحطها دلوقتي تسخن، وهنزل عليها شريحه من الجبنه اللايت برضو. احنا ممكن ندلع نفسنا بحته جبنه لايت بس مش دايما بحطها انا في البيت كاليه، يعني لو انا عايزه خلاص بقى عايزه قصي على نفسي ما بحطهاش. لكن لو وقت انت بتثبتي خلاص مش عايزه تنزلي لسه، يعني نزلتي وزن كبير وفاضل لك حاجه قليله، ممكن تحطي الجبنه اللايت. نفس القصه البطاطس انا قلبتها مع زيت الزيتون، بودره بصل، بودره ثوم، زعتر، بابريكا، وملح برده، فلفل اسود. ما حطيتش ملح. مش كتير بقى. مش كتير. بصي رشيت رشه بس. هنا بنحط فلفل اسود، هنا بس ملح. هنا بنحط ملح وفلفل اسود والبهارات. برده نفس الرصه. اهم حاجه الرصه. اهم حاجه لو حطيتيها فوق بعض هتبقى مسلوقه، يعني مش تديكي الطعم اللي هو اللي فيه قرمشه ده. وزي ما قلت دي بتتاكل سخنه، لما بتقعد بتطرى، يعني زي اي بطاطس على فكره، حتى بطاطس محمره لما بتقعد بتطرى. مظبوط.
فهي بس الحاجات دي عايزه تتاكل سخنه بس كده. خلاص كده البطاطس جاهزه، بتدخليها الفرن على درجه حراره 200، تاخد بس معاكي لون لمدة حلو وخلاص. تلت ساعه نص ساعه، دي هتاخد نص ساعه لان دي اكتر، دي تلت ساعه لان دي مسلوقه نص سلقه تقريبا. اوكي بس هدخلها بقى الفرن. اهم حاجه ان الفرن يكون متسخن، بس دي مهمه قوي الموضوع ده عشان البطاطس ما تقعدش تستنى سخونيه الفرن فتتسلق وتنزل ميه. أوكي. انا عايزه تخش على تشق حراره جامده. طيب اللي انا بقى مجهزاه، انا بقى عندي في اختيارين. انا دلوقتي البطاطس دي المفروض ان احنا هناكلها مع البرجر. بس لو انت عامله دايت زي ما قلت يعني مش قاسي، يعني دايت بتخسي يعني مش بتحافظي على وزنك، ما ينفعش تاكلي عيش وبطاطس. يعني ما ينفعش تاكلي ساندوتش بعيش وتروحي واكله كمان بطاطس، لان كده نشويات مرتين، اكلتي عيش وكلتي بطاطس. فانا بحب اعمل ايه؟ لو انا هاكل البطاطس بحب اقدم البرجر كده لوحده بشوكه وسكين اكله معاه البطاطس. لو هعمله ساندوتش بحب اقدمه مع شرايح خيار بقى وطماطم وتبقى مع سلطه. ده ساندوتش كده انت فاهمه؟ هعمله لك دلوقتي. انا هسخن لك دلوقتي الساندوتش. انا متخيله شكله هيبقى يعني. بصي بقى انا دلوقتي ايه، بس هجيب هنا على الجنب، بصوا بدا ياخد لون، هسيبه براحته خالص. هجيب بقى من البرجر اللي انا مجهزاه ده عشان عندي عايزه اديله تسخينه. وهعمل ايه؟ مش الاكل بارد. لا لا لازم لازم يبقى تسخينه البرجر. بس انا عليت النار بقى عليه لان انا خلاص ده مسوياه. دي شرايح الجبنه اللي هي اللايت موجوده في السوق، وموجوده يعني في منها كمان عند، مش لازم يبقى معلب، عند السوبر ماركت عادي عند حته الاجبان يعني. بتروحي بعد ما البرجر بيسخن بروح هي على النار، بروح حطها على وشها كده فتسيح، وبعد كده اروح حطها في الساندوتش. فانت كده اكلتي الساندوتش بتاع بره وانت عماله. بس ما اكلش بقى مع بطاطس. ما تاكليش لو هتاكلي مع عيش، لكن لو هتاكليه زي ما هو كده كليه مع بطاطس. اوكي ماشي، هي ده الفرق. ماشي. وانت عامله هنا مايونيز على كاتشب؟ ده روسي. ده مايونيز على كاتشب على ماسترد، وممكن هوت صوص كمان. ده احلى حاجه في العالم. اللي هو ميكس كده هنحطه في الساندوتش. خلاص نجيب بقى ده كده ونبدا نعمل ساندوتشات. بس انا حطيت الجبنه هنا، هحط دول كمان عليهم عشان نقدم. احنا قدامنا وقت قد ايه؟ انا مش عايزه اكل اكتر من كده. يعني انا عامله رجيم يا جماعه، ولا حد يا جماعه ياكل معانا؟ اهو عندهم اهو. لا كده سته في حجوزات. طب احنا معناش غير واحد اتنين تلاته؟ لا في ما شاء الله كتير. لا في. طيب احنا عاملين حسابنا. هو بصراحة الأكلة دي بتبقى لطيفة على فكرة، حتى الولاد في المدرسة دايما بقول مش شرط إن احنا ولادنا نقعد نأكلهم مقلي عشان هم ولاد صغيرين وما بيخسوش. لا يعني من هم صغيرين عوديهم إن في أكل صحي. مظبوط. طيب هلم بس دول كده. اتفضلي. مش ورا علشان طبعا دول أنا هاخدهم دلوقتي، بس أنا عايزة أجيب السكينة عشان أفتح العيش. كان في سكينة دي مشرشرة صح؟ هفتح العيش وهعمل الحركه اللي انا قلت لك عليها، ان انا هجيب هي دي الويدجز بعد والبطاطس بعد ما خلصوا. بعد ما خلصوا صح كده؟ بالظبط كده. بصي بقى العيش ده طبعا على حته البرجر اللي انا واخداها كبيره جدا، يعني العيش ده كميه. فانا أوكي. هعمل ايه؟ هحاول. لا دي برده كبيره. لو حال عندنا وقت اغسل دي سريعا ولا مفيش؟ ايه اللي انت عايزاه؟ عندنا وقت. انت عايزاه سريعا بس كده عشان ايه؟ هي انا عايزه اقطعها بنفسي. الجيش قال لك اتصرف. انا خلاص مش عايزه دول ويدجز الصراحه، وانا مش هينفع ما ادفعهاش فمعلش. بص بقى بروح جايبه بنفس القطعه اللي عملت بيها البرجر. ما بوظكوش الديكور بتاع الحاجات. لا احنا لسه هنقدم براحتك، بوظي براحتك. برافو. حلوه دي كمان بردت، خلي بالك دي لو لسه طالعه من الفرن هتدوقي طعم تاني خالص. دي حلوه قوي يعني، وهي طالعه من الفرن انت مش فاهمه اختلاف يعني في الطعم. الريحه هنا هايله، انا هقلع ده عشان انا لمست في اللحمه، وطبعا ما ينفعش تلمسي لحمه وكده تلمسي عيش. مهم قوي الموضوع ده يا جماعه عشان نقل الامر. يعني انا ايدي دي لمست بيها البرجر وهو لسه ما استواش قوي، فلازم على طول تروحي غسله ايدك مغيره الجلوف تتصرفي يعني. انا بس ايه عايزه هساعد بايدي شويه بس العيش كان يعني عشان انا سبته شويه بس شلت عليه الغطا. طب ليه بتعملي كده؟ علشان بصي ده كبير قوي. بصي وحده البرجر قد ايه؟ مش مهم بس يبقى شكله كده بنانيس كده فاهمه؟ لا ما انت استني بالعكس. طيب. ما هي المفروض ان انا كنت اقطعه تقطيعه يعني استني هجرب والله، لو لقيتها لا خلاص هحطها كامل. بس هي المفروض القطعه كانت تبقى احمى من كده والعيش يبقى اطرى من كده فاهمه؟ انا بس عشان انا شلت الغطا ومع التكييف فعمل شويه بس كده اهي. بصي بقى خلاص
هنحط هنا معلقه من الصوص ده ماشي كده بحاجه بسيطه بقى. عايزه اكتر؟ لا انا بس مبتسمه لانه انا دي ايه واحده ولا أكثر؟ واحده تمام. في ناس بس عماله تحجز على على الاير فيس، كل واحد فيهم بياخد دوره كده، كل واحد بيعمل الاوردر. عارفه فجاه شفتي الاوردر عملته في بدايه الحلقه؟ ايوه كله بقى. لو سمحتي انا عايزه اصلا مش بتاعي مش عارفه ايه. انا بس يعني الفكره عارفه ليه بقطع العيش كده؟ عشان اللي انا حاطاه جوه ده يبان. ما انا في الاخر ده ما يتحرقش. قلبته لسه مقلباه. لا تقلقي حرام لسه مقلباه ما تقلقيش ما تقلقيش. بس احط ده هنا. في ناس كتير قوي عارفه فاهمه مستنيه الفقره تخلص. هي الاحسن ان انا اعملها كده. ان انا ايه؟ ستي قلت لك افتحي الساندوتش وحطيه وتمام زي الفل. انا احب اتعب روحي مش عارفه ليه. بصي بيبقى شكله احلى يعني. ماشي. اصل انا عايزه اللي جوه يبان فاهمه؟ ماشي. هقول لك انا هوريكي دلوقتي وهنلم الدنيا دي ونبقى زي الفل حالا. بصي بقى كده حطه كده اهو. هشيل بس ده. طبعا هي لازم نقطعها زي ما قلت بذمتك. هو ده العيش اللي انت كنت عماله من شويه تقولي عليه كده صغر. خلي بالك عشان الكالوريز. بصي كده حلو بقى. ايوه حلو جدا بس ده عيش قد كده. ما هو عشان على قد البرجرايه. ما انا مش هاخد بقى برجرايه هي اصلا صغننه. هحط لها رغيف عيش قد كده. هعمل لك واحد برضو رغيف عيش يبقى كبير. اتفضلي. عشان نبقى عملنا كل الاوبشن. اتفضلي. هحط بس شويه خس كده. حاجه بس للمنظر يعني مش اكتر. اوكي. وهعمل واحد تاني. يا شروق مثلا. نعم. ازيك يا شروق؟ الله يسلمك. اسمك حلو وحلاوه. ربنا يخليك حبيبه قلبي. قولي لي. ربنا يخليك. ممكن نوطي التلفزيون خالص؟ ماشي ماشي. بصي انا عامله رجيم فالبرجر ده ممكن ما ياثرش يعني مع العيش. العيش ممنوع عليا يعني. عامله رجيم طبيعي ولا كيميائي؟ لا طبيعي. طبيعي ما اعتقدش الرجيم لو هي عامله. لا ما هي ليها عيش ليها نشويات في اليوم. انت ليكي مثلا اما ربع رغيف الصبح مثلا او في الغداء او ثلاث معالق رز او وات ايفر. ممكن بدل الحاجات دي خدي خدي برجر. بصي بصي يا شروق كل الدكاتره المتخصصين بتوع التغذيه اللي جم زارونا هنا في البرنامج قبل كده وكل الاخصائيين بتوع التغذيه قالوا لنا ان انت ما ينفعش تفضلي تحرمي نفسك طول الوقت. بالظبط. يعني ما ينفعش تقطعي نشويات يعني ده حسب كلامهم هم. بالظبط. فلو احنا كلنا حتى مره في الاسبوع خلي بالك ده عيش ده مش عيش ابيض ده براون ده عيش بني. فلو عملنا العيش البني مع الخلطه بتاعه المفروم اللي بدون دهون دي بلاش بطاطس خالص لا اعتقد انها ما تاثرش. بعدين هي تكتب الكربوهيدرات اللي هي كلتها. شكرا يا شروق. لقيت نفسها كلت كتير خلاص ما تاكلش يعني. انت عارفه انت نفسك وانت بتعملي دايت بتعرفي تعملي التوازن ده. أوكي. انا اكلت النهارده مثلا عيش كتير قوي الصبح في حاجه على الغدا هقلل. أوكي. والله ما اكلتش خلاص واحد زي ده على الغدا. عيش الدبانه دي عيش الدبانه دي عشان عايز ياكل واحد. يبقى هنحط هنا جنبها الفرايز دي. يا ولد يا ولد. كم بقى سعر حراري الساندوتش ده؟ البرجريه الواحده او البرجريه بقى لما تبقى كبيره تقريبا فيها 250 كالوري. البرجريه من غير طيب العيش 250 نقول مثلا 350 كالوري 350 العيش الساندوتش. انا عايزه اقول لكم بقى انه الوجبه 1000 كالوري الثانيه من غير المياه الغازيه 1000 1000 1000 دي اللي هي المفروض احنا بنعمل ريجيم لينا 1200 في اليوم. فاحنا لما ناكلها من غير المياه الغازيه 1000 سعر حراري. كارثه مصيبه. خلاص لا كده احنا كده تمام نكمل بقى الباقي في الـ في الـ في الفاصل. انا تدوق يعمل لك واحد انا هدوق. طب نختم وندوق. طيب يعني دي فرصتي. فكده بنتي نورتينا النهارده. ميرسي يا رضا انا كنت مبسوطه انا معاكي والله دايما بتبسط انا موجوده معاكي. شكرا جزيلا ليكي. مشاهداتي عزيزات بدل ما هنفرس سماعات التليفون دلوقتي وهنقول مساء الخير لو سمحت عايزه 3 ميل برجر بسعرات حراريه عاليه جدا. هنعرف نعمل ده جوه البيت واحنا بنعمل الرجيم بتاعنا. مش هنحرم نفسنا وهنعرف ناكل اللي احنا عايزينه ولكن بسعرات حراريه قليله. خليكم معانا وتابعونا وما زلنا معاكم وهي وصف.